Jordan hosts a large number of archives, which are a significant testimony of the culture and historical memory of the country. For this reason, UNESCO Man Office and the Ministry of Culture decided to undertake a needs assessment on the state of preservation of documentary heritage in Jordan. Based on the assessment, archivists were provided with a series of workshops on preservation techniques, especially for the audiovisual collections, archival policies and management. وزارة الثقافة هي حاضنة الحياة الثقافية في الأردن بكافة أوجهها من آداب وفنون وإبداعات وهي تعمل من ضمن ما تعمل على نشر التراث الحضاري الأردني وتوثيقه ولعل من أهم المشاريع مشروع الحفاظ على التراث الوثائقي الوطني الأردني من خلال أرشفة المواد السمعية والبصرية وغيرها والتي تتعلق بموروثنا الوطني من عادات وتقاليد وأوجه في الحياة ومناحيها تلك التي ورثناها عن الآباء والأجداد إننا في الأردن نشهد تعاوناً وثيقاً مع اليونسكو في هذا المجال بالتحديد وفي غيره من المجالات. نحن على تعاون دائم مع منظمة اليونسكو حيث تم عقد ورشات عمل مختلفة جميعها تصب حول كيفية المحافظة على التراث. مديرية الوثائق والتوثيق هي إحدى مديريات دائرة المكتبة الوطنية وهي المديرية المسؤولة عن جمع المخطوطات والوثائق وصور الفوتوغرافية ذات البعد الوطني. من أهم المخطوطات الموجودة لدينا قرآن كريم تمت كتابته بخط اليد عام 1870. أيضا من أهم الوثائق الموجودة لدينا وثيقة مبايعة أهالي الأردن للشريف الحسين بن علي. مهمتنا لا تقتصر فقط على جمع تلك الوثائق وإنما أرشفتها إلكترونياً بالإضافة إلى الحفاظ عليها في بيئة مناسبة لإدامتها للأجيال القادمة. تأسس مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية عام 1972 والمركز يعنى بحفظ الوثائق والمخطوطات المتعلقة بتاريخ المنطقة وصل حالياً عدد المخطوطات المتوافرة بالمركز حوالي 35 ألف عنوان أقدمها مخطوط كتب على جلد الغزال سنة 402 هجري بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق تم أرشفت 10 مليون وثيقة مؤخراً من هذه الوثائق والمركز بحاجة ماسة لمجموعة من أجهزة ترميم الوثائق والمخطوطات بالإضافة لدورات تدريبية للتدرب عليها أيضا بحاجة إلى خزائن ليتم حفظ هذه الوثائق والمخطوطات حسب الأصول العلمية المتبعة بهذا المجال مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بتحتوي على أربع مكتبات مختصة بأرشفة المواد السمعية والبصرية ما بين مكتبة الإذاعة والمكتبة الملكية ومكتبة الأخبار ومكتبة أرشيف التلفزيون التي تحتوي على أشرطة يوماتيك وسينما وون إنش وأكثر من 150 ألف شريط بيتيكام يوجد عليه مواد منوعة ما بين مسلسلات أفلام وبرامج محلية وبرامج عالمية من عام 2014 بلشنا بنسخ المواد الموجودة على الأشرطة على السيرفرات وحالياً تتم عملية البث كاملة عن طريق السيرفرات بتقنية الـ HD في الإذاعة الأردنية يوجد مواد من سنة 1940 وهذه المواد تتحدث عن التاريخ الأردني والمنطقة بشكل عام في البداية كنا نحتفظ هذه المواد على اسطوانات فحمية ثم انتقلنا إلى الريلز وثم بعدها انتقلنا إلى السيديز والهارد ديسك ونحن الآن نقوم بصدد تحويلها إلى أرشفة رقمية لسهولة استعمالها وسهولة حفظها من خلال مشاركتي بالدورات التي نظمتها
اليونسكو تعلمت أهمية أرشفة المواد التاريخية والثقافية. A lot of work has already been done. However, there is still the need to support the existing national efforts to carry out some urgent preservation measures and make the collections accessible to the public. In the following years, UNESCO hopes to provide the necessary support to make sure that all these activities are carried out successfully.